We're back to MTV Alive. نرجع ل MTV Alive بفقرة فاميلي لليوم. بصيرني استقبل السيدة كارمن شاهين دبانه. أهلا وسهلا فيك. أهلا رانيا. أهلا فيك. حضرتك مؤسسة ورئيسة كلاس المركز اللبناني للصعوبات التعلمية لمرافقة هالأولاد يلي بدهم طريق خاص او طريقه خاصه للانخراط بكل المؤسسات التربويه لحتى يقدروا يوصلوا لمحل يكونوا ببر الامان، مثل ما كنا عم نحكي امبارح بهالمؤتمر الضخم يلي صار، اكيد رح نحكي عنه اليوم. بدايه خلينا نعرف عن كلاس لحتى بعدين نحكي عن كل شيء جديد عم بيصير عندكم. كلاس المركز اللبناني للتعليم المختص بيساعد الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلميه بالمدرسه. في عنا مراكز ليساعد الولد بعد الصف، والمراكز في اختصاصيات، اختصاصية النطق أرتوفونيست، اختصاصية الحركة بسيكوموتريسيان، واختصاصية النفس علم النفس بسيكولوج، بشخصوا الولد وبيتابعوه. بنفس الوقت في عنا بالمدارس الرسمية فتحنا صفوف دعم، لليوم في 104 مدارس تجهزوا بهالصفوف. بياخذوا الاولاد بقلب المدرسه. مثلا اذا في ولد بتنتبه لمعلمه انه عنده صعوبه بالكتابه ولا باللغه، بهالساعه بياخذوه على صف الدعم. وين بتكون معلمتين دربوا بكلاس تيساعدوا هالولد ليقدر يرجع على صفه ويكون المواد أسهل بالنسبة له. يعني هون عم نجرب نسهل الأمور لهالولاد طبعا حسب الحالة اللي هو فيها. نحن اليوم بنحكي عن ديس، وسميته المؤتمر مثل السنة الماضية أيضا ديس ديس ديس، لأنه عم ينعمل بعشرة عشرة عن الكل الصعوبات اللي بتبدأ بديس. يعني عم نحكي عن ديسلكسي، صعوبة ال كتابة أو قراءة الأحرف، ديس أورتوغرافي صعوبة الكتابة، ديس فازي صعوبة النطق، ديس براكسي صعوبة الحركة، وديس كالكولي صعوبة الحساب، والإفراط النشاط طبعا هيدا كلنا بنعرفه، الإيبر أكتيفيتي وصعوبة التركيز. يعني عم نحكي عن الاي جي دي وعن الاي دي اتش دي، يعني قلة التركيز والافراط بالحركة وقلة التركيز فقط. كثير امبارح انحكى امور مهمة بهالمؤتمر السنوي اللي صار ببيروت، كان موجود فيه وزير التربية الاستاذ لياس بوصعب وممثلين كثار من وزارة التربية مثل مدير الوزارة السيد فادي يرق. حكينا عن الجديد، عن الأبحاث الجديدة يلي عم بتصير، وعن مستقبل الأولاد ذوي الصعوبات التعلمية يلي رح نفصله كمان اليوم. بدنا نحكي عن هالمستقبل، ليه اليوم عم نحكي أو عم نوصل لهالأمر هيدا؟ لأنه بالنسبة اللي بعتبر أنه تسرب المدرسة هن وصغار مش هو أخطر شيء وأهم شيء، أهم شيء بالمراهقة. يعني إحنا بلشنا صرنا 16 سنة، بلشنا كلاس من سنة 1999، أكثر شوي من 16 سنة. الأولاد هاللي بلشنا نساعدهم وين صاروا وشو صار فيهم وكيف رح نساعدهم ليفوتوا على شيء مدرسة يا تقنية يا مهنية يا جامعة إذا بيقدروا. مشان هيك بلشنا نفكر انه ما بيكفي بس نساعد بالتدخل المبكر والمدرسة، لازم نساعد كمان بسن المراهقة. مشان هيك بلشنا نحكي عن مستقبل الاولاد وين شو رح يصير فيه. عم نحكي عن مستقبل الاولاد، يعني عم نحكي عن التعليم الثانوي، عن التعليم العالي. او امبارح كمان كان في مداخلات لمسؤولين بمدارس تعليم مهني أو حتى بجامعات. طبعا في طرق خاصة ما رح كتير نفوت بتفاصيلها اليوم لهالطريقة التعلم، ولكن كتير عم يشجع حاليا على التعليم المهني لأنه هالطلاب يلي عندهم بعض الصعوبات التعلمية سهل كتير أنه يتصرفوا بإيديهم، أنه يكون عندهم هالمهارات اليدوية يلي نحن بنعرفها. وجود الوزير وجود المسؤولين بالوزارة قدامهم بالنسبة لكم، كيف عم بيكون التعامل معه؟ كثير ايجابي. انا من الاول ما بلشت يعني بال 1999 مثل ما قلت لك بلشت بالتعاون مع الوزاره. يعني اول مشوار جيتوا على لبنان، كنت عم بدرس الوضع بلبنان، رحت على الوزاره، عملت موعدي مع الوزاره وبلشنا من وقتها نتعاون سوا، والتعاون مستمر لهلا.
لبلد زيد بسنة 2013 مدينة بروتوكول مع الوزارة تننشئ هال 200 صف دعم ب 200 مدرسة رسمية لنساعد الأولاد بالمدارس الرسمية. لأنه نحن كتير بهمنا أنه نساعد الأولاد هاللي ما عندهم الإمكانيات المادية تيوصلوا لنتيجة. كتير منيح وروعة هالفكرة. عم بيكونوا هال 200 صف مفرقين بمناطق عديدة كل لبنان. هلا لليوم في 104 انفتحوا كل مناطق لبنان، وإن شاء الله من هلا لسنتين ونوصل للمئتين. يعني أنا بس بدي أقول شغلي هون إنه حتى المدارس الخاصة يمكن بحاجة كمان لألكم، لأنه كتير عم بيكون في ببعض الأحيان دمج من دون ما يكون في تدريب للأساتذة اللي موجودين، أو من دون ما يكون في فريق عمل مثل الفريق العمل اللي موجود بكلاس. كيف عم بيتم تدريب المعلمين؟ المعلمين عم ندرب معلمتين من كل مدرسة، يعني كل سنة بصور تدريب تقريبا 100 معلمة. لهلأ دربنا 200 وتقريبا 200 معلمة ليساعدوا يشخصوا، مش يشخصوا المزبوط، لا ينتبهوا كيف فيهم يساعدوا إذا ولد عنده معقول يكون عنده صعوبة تما تتطور وتصير اضطراب. احنا بنفرق بين الصعوبة اللي فينا نساعدها بصف الدعم والاضطراب. ساعتها الاضطراب لازم يروح على المركز برات المدرسة. عم نشوف بعض الصور من مؤتمر مبارح، كان في شخصيات كمان بارزة، يا ريت تخبرينا عنهم، جايين من غير بلاد كمان، اكيد كان في توزيع رح نشوفهم بعد شوي. بس مين كان عنا ضيوف شرف مبارح؟ كان عندنا سفر راس، سفيرة اليونيسف، سفير سويسرا، سفير بلجيكا، والممثل العالمي. مزبوط. كيف نسيت عيدا؟ أهم شيء طبعا ناتالي باي، مرة بتجنن. يعني أنا تعرفت عليها بمؤتمر للسينما بأمريكا. نعم. وعم نحكي، شفتها عدة مرات وبعشا عم بنحكي، عم تخبرني، هي بتقلي أنا كنت ديسلكسيك. كنت ديسلكسيك، خبرتها أنا شو بعمل ساعتها. وكتير جاوبت بهالموضوع وعزمتها، قلت لها بتجي على لبنان تتحكي، لأنه نحن بنحب حدا مشهور يحكي بالديسلكسي تما نستحي تنعرف أنه مش لوحدنا، وتنعرف أنه حتى إذا كنت ديسلكسي نوصل ومنبرع ومنصور مشهورين يمكن ولا whatever. بقى إجت ناتالي باي وكانت معنا مبارح، وكان ابني كمان، وكان ابني هاللي هو شارل، هاللي هو في معه كل شيء بلش، فيني اقول لانه انا مثل بالمدرسه ما كنت اعرف، كنت كثير شاطره، كنت دائما الاولى، كنت اقعد باول صف واحكي مع هدول اللي ورا باخر صف. اليوم بس اجى ابني غير لي كل مفهومي، وشافني وشفت كيف كنت عايشه بغموض، يعني ما كان الواحد يعرف كيف يتصرف. فاليوم قررت انه ساعد كل هدول اللي باخر الصف ليصيروا بأوائل صفوف الحياة بالقليل. أكيد إحنا بنبعث له بوسة كتير كبيرة لشار. توزع امبارح هالكيت وهالبازل يلي خاصين بالصعوبات التعلمية أو للطلاب. اقلب بي هيك نقلبه ولا هون عم نشوف بازل. ليه مهم كتير البازل؟ فرقنا بالمناسبة ديس فرقنا لكل المدارس اللي فيهم صفوف دعم، يعني تقريبا 40,000 تلميذ، فرقنا لهم هل مبراية هل محاية هل ألم الماركر، لأنه مش الإيبر أكتيف تتساعد الإيبر أكتيف تيضوي على الكلمات المهمة بالنص. المحاية اللي مكتوب عليها كتير مهم، مكتوب عليها مسموح الغلط، لنفهم انه ما علي شيء اذا منغلط، ما علي شيء اذا منمحي، ونرجع نتعلم ونرجع منراجع. هون الهايلايترز كمان مهضومين كتير معمولين بطريقة انه ما يجوا وين ما كان يفتكر. مزبوط لأنه كتير مهم هون طريقة التعلم أكيد، يلي بيدربوا عليها الأساتذة، يلي بيهتموا بهالطلاب، أو إذا كان في حدا موجود دايما معهم، أو هالفحوصات الخاصة يلي بتنعملهم لحتى يقدروا يوصلوا. لأنه مثل ما نذكر مبارح شغلة كتير بسيطة أوقات، أو يمكن 10 دقايق زيادة من الوقت لهالأشخاص بتخليهم يطلعوا الأول، مش بس ينجحوا بدراستهم. يعني ايضا عم تشتغلي لحتى يكون في انخراط بالمؤسسه العسكريه؟
مش انه هيك بس نساعد الاولاد. عم نخلق هلا بما انه الاولاد بس يوصلوا على 13 14 سنه في منهم ما عندهم امكانيه يكملوا دراساتهم حتى بالمهنيه والتقنية الخاصة مثلا. بقى قررنا نحن بكلاس ننشئ منح للديس، يعني رح نبلش فيها بكانون الثاني 2017. هالمنح ما رح تنعطى للمتفوقين بالصفوف، رح تنعطى لهاللي عنده ديس ليكسي ديس فاجي ديس براكسي. طبعا لازم يتشخص من مركز كلاس تنساعده بالقليل ياخذ البروفي، بعدين ياخذ بكالوريا اذا بيقدر، اذا بيقدر يفوت على الجامعه. البروفي بيسمح انه مثلا هاللي بده يفوت على الجيش يصير رتيب مش بس عسكري، يعني بيقدر بيسمح له يتقدم اكثر بالجيش ويفوت على غير مدارس مهنيه. كيف عم بيكون التعامل مع الجهات الرسميه؟ يعني قد ايه عم بيكون في حماس؟ قد ايه كان عم بيكون في مساعده كمان وهيك التعامل مع بعض؟ يعني مثل ما شفنا بوزاره التربية عم بيكون في تنسيق دايم معكم. إيه أنا نحن خبرناهم هلا هيدا المشروع إنه للمنح الديس. طبعا رح يصير في تعاون مع الوزارة تنعمم هالخبر على المدارس الرسمية تيعرفوا، تنسمح للولد يحقق كل طاقاته ونواكب عيلته، لأنه في عيل مثلا بينطروا الولد ليصير عمره 13 14 سنة تيبلش يشتغل يجيب له المصاري، وإذا ما بيقدر يشتغل بصير على الطرقات، وهون من هون بيصير فيه يعني التسرب المدرسي. ايه التسرب كمان يعني الاشخاص اللي ما بيقعدوا منخرطين بالمجتمع، السرقه، المشاكل، التسرب من المجتمع. هيدا مهم كثير انه نتفادى هالتسرب، خصوصا اليوم مع كل شيء في بلبنان، يعني عنده مسؤوليه لبنان كثير مهمه اليوم. خلينا نحكي شوي عن الأساتذة. دايما عنا هالفكرة المسبقة عن أساتذة المدارس الرسمية أنه خلاص ما مواكبين التطورات الجديدة، ما مواكبين المناهج الجديدة أو هالطرق الجديدة بالتعليم. قدي عم بتشوفوا اليوم يعني بالعكس أنه هالأساتذة عندهم عطش وتعطش لحتى يتدربوا، لحتى يكونوا عم يتبعوا كل شيء جديد، لحتى يكونوا عم بيواكبوا هالطلاب كمان يلي عندهم صعوبات تعلمية؟ يعني بحقيقة أنا فيني أقول أنه فينا نفتخر بأساتذتنا. هلأ مشكلة بلبنان أنه أوقات ما منعطيهم الأدوات اللي لازم يكون عندهم إياها ولا المعرفة اللي لازم عندهم، بس نحن اللي عم ندربهم معنا مثلا فيني أعتبر يعني يمكن 5% 10% مش عم يمكن يتابعوا مزبوط. بس بقول لك إنه من 80 ل 90% من الأساتذة اللي نحن دربناهم اللي إجوا امبارح شفتيهم بالمؤتمر كتير حريصين إنه يساعدوا الأولاد ويتعلموا، وبالعكس بيطلبوا انه نضل يكون في استمراريه من قبلنا، من قبل الوزاره لتضل تساعدهم ليقدروا يساعدوا. مش هين كمان بس تكوني معلمه ولا معلم يكون عندك ولد عنده صعوبه لانه بتفكري انه انت مش عم تعرفي تشتغلي. صحيح. خلينا نشوف فيديو حضرتوا لنا قبل ما نختم حلقتنا لليوم بفسر اكثر عن الديس. صب الحليب بكاسه فيها حبوب من دون التنقيط خارج الكاسه، تبكي الأزرار القميص الجديد بسهولة، أو لبس الحذاء مع عقد شريطه بإحكام. هيدي بعض الأمور اللي أنتو وأنا منقدر نعملها بسهولة كل يوم، لكن لأولاد بيعانوا من ديسبراكسيا كل يوم هو أشبه بمعركة، حيث أصغر الأمور ممكن تتحول إلى أشغال شاقة. ديسبراكسيا بتصعب على الأولاد التحكم بوظائفهم الجسدية، وبتظهرهم أمام الآخرين مربكين وكأنهم ما بيعرفوا يتصرفوا، مما يؤدي إلى قلة ثقة بالنفس وحضور ضعيف بالمدرسة. لحسن الحظ المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس حاضر للمساعدة، فعبر تخصيص متابعة ومساعدة شخصية لكل حالة يلتزم كلاس بخلق مستقبل أفضل للأولاد اللي بيعانوا من صعوبات تعلمية. لتحقيق هالهدف نحن بحاجة لنشر المعرفة. الكشف المبكر للديسبراكسيا بيساعد على تأهيل الأولاد لتخطي الصعوبات، فلننشر التوعية عبر تثقيف الآخرين. لمزيد من المعلومات زيارة class.org. متابعين حديثنا عن مركز كلاس عن الطلاب يلي عندهم صعوبات تعلمية، رح ناخد وقفة سريعة ومنرجع مع السيدة كارمن شاهين دبانه. خليكم معنا.
كان حديثنا مع سيدة كارمن شاهين دبانه، وعم نحكي اليوم عن الصعوبات التعلمية وعن كل جديد وكل الأبحاث اللي عم بتصير بهالمجال من قبل مركز كلاس. أهلا وسهلا فيك من جديد. هالمركز اللي فعلا بيرفع الرأس، اللي عم يشتغل بطريقة محترفة جدا عالمية فينا نقول، إن كان المؤتمرات اللي عم بتصير، وشفنا مؤتمر مبارح، أو هالفيديوز اللي شفناهم، شفنا فيديو عن ديسبراكسيا، وكأنه بهالبعض ثواني عم نفهم كل شيء عم بيصير. بعرف انه انت كمان عم تشتغل عليهم شخصيا. ليه؟ لانه مفكر انه بس جربي تفسري بالرسم، انا مش عم برسم انا بس جربي تفسري بالرسم، انه يكون في النظر والسمع، لانه بتعرفي طريقه الطلاب، الطلاب كيف يعني عم يشتغل حسب. انا شفت حتى من ابني بلشنا بس حطينا هالفيديو، اول شيء ما كان عم يطلع، بعدين صار يطلع هيك شفته عم يطلع فيهم كلهم سوا. نحن رح نشوف ثاني فيديو يلي هو عن ديسلكسيا، يلي يمكن اكثر صعوبه معروفه، رح نشوف فيديو فريد عمره 9 سنين، اسالوا سؤال بالرياضيات وبيعطيكم الجواب الصحيح، اطرحوا عليه لغز وفريد بحله، بس اعطوه نفس اللغز مكتوب على ورقة أو اطلبوا منه يقرأ مقطع أو مقطعين أمام رفقاته بالصف. فريد فجأة بيسكت وما بيجاوب. ديسلكسيا بتصعب على فريد قراءة أو فهم المواد المكتوبة، مما بيزعج أساتذته بحرض زملائه للاستهزاء فيه. بالحوار مع فريد، مهما كان عمق الموضوع ما ممكن تعرفوا أنه بيعاني من الديسلكسيا. الحالة نفسها بتنطبق على ملايين من الأطفال حول العالم اللي عم بيكافحوا ليستمروا وينجحوا بنظام أكاديمي بيجهل أو ما بيكترث لمعرفة المزيد عن هالحالة. المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس، وعبر وضع مخطط تعليمي مخصص لكل طفل، بيساعد الجيل الشاب اللي بيعاني من صعوبات تعلمية مثل فريد لعيش حياة أفضل ومستقبل واعد. فلنتساعد اليوم على نشر التوعية حول الديسلكسيا. لمزيد من المعلومات زيارة class.org. لكن أخذنا فكرة اليوم عن الجديد بصعوبات تعلمية من مركز كلاس. بدنا نشكر وجودك معنا السيدة كارمن دبانه، مع كل هالشغل يلي كان عندك كيب هاليومين قدرت تجي لعنا على أم تي في لايف. إلي رانيا، وإن شاء الله رح بيكون عنا لقاءات أخرى لحتى دايما نتابع هالموضوع يلي كتير مهم، يلي من تشخيصه هو بفتكر أهم شيء لحتى نوصل للمستقبل. شكرا. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا. وقفة سريعة ومنتابع مع باقي فقرات أنت في ألايف. خليكم معنا. We'll be back after the break.